أنا حوار. أتدخل في حاجة واحدة لأني أيوه أنا فعلا كنت معهم في أنا كتبت مجموعة حلقات لعبد الله الصدحان ايه السنة الماضية مش السنة الماضية اللي اللي قبلها. قبل، ايه اوكي. طلبت الهيئة اللي هو لجنة المحتوى الاجتماعي معه. فأنا رحت بصفتي إني أنا كاتب يعني كاتب ويثق فيني أصلاً عبد الله الصدحان بحكم إنه هو وأنت المنتج كاتب أصلاً. المهم رحنا في قلت يا جماعة الخير ما عاد إلا خير إن العالم أصلاً الحين تتقضى رمضان وشو أنتم قاعدين تنتجون هذه مقاضي التلفزيون ما عندي مقاضي ما عاد في وقت العالم تتقضى اليومين هذه رمضان وأنتم أيوه إيش جاوبوك إيش يقولوا قاعدين تفكرون تنتجون عمل إيش ردوا عليك؟ قال لا في وقت لأنه مو يمكن لأنه في اهتماماتهم يعني اللي أو الشغل حقه ما ياخذ وقت إذا أنت تبي تسوي ديكور وتحط ممثل قدام الثاني إيش الشغل اللي لا هم ما يعرفوا إنه في لوكيشنات تؤسس لوكيشنات تستأجر بعد كل العمر هذا والسنين الشغل وللحين ما عارفين الله يخليك الفترة اللي تتكلم عنها أنت واللي كانوا يفاوضوكم فيها كانوا أوريدي مشترين أعمال من مصر قبليها بأربع أشهر قبليها بأربع أو خمسة أشهر العمل اللي خارج السعودية يشترى قبل بأربع أشهر ويدفع قيمته مما يبدأ يعمد السعودي إذن القضية قضية هو بزاج. العمل السعودي ما يبوه خلينا نتكلم عن المكشوف بالضبط. هم ما يبوا العمل السعودي مين هم؟ اللي كانوا في إدارات التلفزيون هنا أيوة طبعا ولا بين في الهند سعوديين. في السعودية طبعا وسعوديين وأبناء سعوديين أيوة. نتكلم على جماعتنا ليش؟ على... ليش طيب؟ إيش السبب؟ والله كل واحد عنده عقدة نفسية في شيء ما نقدر نتكلم فيها احنا الآن بصراحة متأملين لا ليش طيب انت في إدارة ومسلسل سعودي ليش ما تبغى هو ثقافته الفنية فيها عجز هذه أبسط ما يقال وهذه هي حقيقة ناس تتعامل معك كأنك في مكتب تصدر له معاملة ما عندهم فكرة انه هذا عمل إبداعي الأعمال الإبداعية تحتاج لها وقت تحتاج لها بالضبط. مزاج كويس السلق يقتل كل شيء وفي النهاية بيصير يقول لك شوفوا عاجز طب يا أخي شفت الوقت حاسبه أيوة. طب كمان طب خلينا نتكلم على